أهلا بكم. ما الذي ستقدمه الحكومة المنتظرة الجديدة للعراق والعراقيين بعد صراع على تقاسم المناصب والمصالح بين الفرقاء السياسيين؟ هل ستهتم برفع مستوى دخل المواطن العراقي؟ هل ستهتم ببناء البنى التحتية المعطلة والمحطمة؟ هل ستجعل المواطن أول أولوياتها؟ هل ستحل أزمة المهجرين والمدن المدمرة؟ هل ستسترجع مئات المليارات من الدولارات المسروقة من ميزانية الشعب العراقي؟ كيف لحكومة تولد من رحم نظام المحاصصة الفاسد أن تجلب خيراً للعراقيين؟ كيف تنتهي أزمات العراقيين بإعادة تدوير حكومات المحاصصة؟ أليس من المفترض أن تكون وظيفة الحكومة خدمة المواطن وتحقيق التنمية للبلد؟ لماذا يكون الحال في العراق بالعكس؟ فيعاني المواطن الفقر والحرمان من حقوقه الأساسية كإنسان، كالتعليم الجيد والصحة وفرص العمل وإلى آخره، فضلاً عن حرمانه من حقوقه في ثروات بلده. مشاهدينا الكرام، سنسلط تحت الضوء أو نسلط الضوء اليوم على ما الذي سيحصل لو جاءت حكومة ولدت من نفس الرحم لنظام المحاصصة الذي يصفه العراقيون وتصفه وسائل الإعلام الغربية حتى بأنه نظام محاصصة فاسد. سيكون معي في هذه الحلقة الضيوف الكرام الأستاذ نوري حمدان الكاتب والباحث السياسي، ضيفي في الاستوديو. أهلا بك أستاذ نوري. وأيضا سيكون معي الأستاذ الدكتور حامد الصراف الكاتب والباحث السياسي، ضيفي عبر سكايب. دكتور حامد مرحبا بك. شكرا جزيلا، مرحبا بكم. إذا مشاهدينا الكرام، نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. الوصول إلى تشكيل حكومة إطارية بعد سنة من الصراع لا يعني أن الأحزاب تنفست الصعداء ووصلت إلى بر الأمان، فإن توزيع الحصص من الغنائم أكثر تعقيدا من الاستحواذ عليها، وهذا ما ذهب إليه معهد تشاتام هاوس عندما ذكر أن المحادثات بشأن الكابينة الحكومية وتقاسم المناصب ومن له اليد العليا في وظائف الدولة وخزينتها سيشعل الخلاف مجددا بين الكتل وربما داخل الأطراف المكونة لتلك الكتل. وبحسب المعهد فإن الصدر لا يزال حاضرا في المشهد ولا بد من إرضائه أو على الأقل عدم تجاهله تماما لضمان صمته الكلي عن القضايا المهمة التي يرسمها الإطار. فبإمكان الصدر إعادة الحديث عن الانتخابات المبكرة عبر استخدام لعبة عدم الاستقرار الممنهج كما يفعل عادة ليحافظ على قوته وتأثيره في المفاوضات، وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن قوة حضور الصدر لم تتغير بل تراجعت بسبب ما سماها المعهد الأخطاء السابقة التي ارتكبها الصدر فجعلته في موقف صعب للتفاوض مع بقاء أوراق بين يديه يمكن أن يناور من خلالها لتحصيل بعض المطالب. ومن خلال هذا المشهد فإن الخلاف لم ينحسر بعد، وثمة أمور تتعلق بهيكلية الحكومة ومهامها تحتاج إلى جولات من المفاوضات والمساومات وتدخل الأطراف الخارجية لحلحلتها. هذا بالنسبة للأزمة المتعلقة بالصراع الحزبي، أما الأزمة المتعلقة بالبلاد عموما وبموقف الشعب العراقي خصوصا فما زالت على حالها، لأن المحاصصة الطائفية التي يرفضها الشعب هي المسيطرة، والأحزاب المسؤولة عن دمار البلاد هي المسؤولة عن هذه الحكومة، وبالتالي فإن ملفات الفساد السياسي والاقتصادي والتردي الأمني والسلاح المنفلت لن تجد من يعالجها. فما جدوى تغيير الأفراد وتبادل الأدوار إذا لم يتغير المشهد السياسي برمته؟ إذا أبدأ معك أستاذ نوري حمدان، ما الجدوى من تغيير الأفراد إذا لم يتغير المشهد السياسي برمته؟ هذا ما انتهى به التقرير الذي سمعناه قبل قليل. بالتأكيد ثمة أسباب موجبة لتشكيل الحكومة، ترى ما هي هذه الأسباب من وجهة نظرك؟
بداية شكرا جزيلا لك دكتور سمير، وتحياتي طبعا لك ولقناتكم الموقرة ولجمهوركم الكريم. أهلا بك دكتور. وكذلك تحياتي لضيفكم الكريم دكتور حامد صراف، أهلا وسهلا بك، مشتاقين بداية حقيقة. حقيقة أنه تدوير الشخصيات في المناصب الحكومية أو في المناصب ضمن إطار المحاصصة الطائفية هو لا يغير شيء ولا ينتج حقيقة شيء جديد، مسميات يتداولوها بين فترة وأخرى لإقناع الشارع بأنهم يصنعون التغيير، ولكن في نهاية المطاف حقيقة لا يصنع التغيير بهذه الطريقة. الاستمرار وفق المحاصصة الطائفية بمعاييرها المعتمدة من 2003 لحد اليوم تمثلت في كل هذه الحكومات السابقة، وهي تغنت أو تشك أو تسمت بأسماء الشراكة وأسماء التحالفات وأسماء مختلفة، أسماء مختلفة كلها تنتهي هي في إطار المحاصصة الطائفية، ولم يبقوا حقيقة وفق المحاصصة الطائفية بمعاييرها التي فرضوها على المجتمع العراقي بهذا الإطار، بل ذهبوا باتجاهات الصراعات الشخصية أيضا، يعني مو فقط حزبية، صراعات حزبية وصراعات شخصية. حكومة جاءت يعني حكومة المراد لها التشكيل حقيقة، المزمع تشكيلها، المزمع تشكيلها، حكومة نستطيع القول هي جاءت بالضغوط وليس بالقناعات، هم أنفسهم أصحاب المشكلة وأساس المشكلة. الضغوط من من؟ الضغوط حقيقة من الطرف الدولي، الطرف الأمريكي والضغط الإيراني باتجاه تشكيل هذه الحكومة. الضغوطات الإيرانية هي الضغط باتجاه بعدم الخروج من المحاصصة الطائفية، حتى يعني في داخل المحاصصة الطائفية في أجزائها محددة هو كان منع التلاعب بها والإصرار على المضي بها. أيضا الضغوطات الأمريكية على هذه الأحزاب المشكلة من قبل يعني من وفق الإطار المحاصصة في إنهاء قضية ما يسمى بالانسداد السياسي بالمضي في تشكيل حكومة، وهذا حقيقة ضغط واضح، وكان هو مو ضغط عادي، هذه المرة حقيقة وصل مرحلة أنا أسميها التوبيخ الدبلوماسي. السفارة الأمريكية وقبل السفارة الأمريكية ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بلاسخرت وبخوا هذه الأحزاب لعدم تمكنهم من تشكيل حكومة وانتخابهم رئيس لجمهورية العراق بعد سنة كاملة من إجراء الانتخابات. هي في الأصل المشكلة، احنا قلنا من البداية في أصل المشكلة هو الانتخابات، الانتخابات قلنا انه هذه الانتخابات لم تحل المشكلة بالأصل، فبالتالي هي ستنقل المشكلة إلى يعني ترحل المشكلة إلى الأمام، فترحيل إلى الأمام هذا لا يعني انه حل المشكلة، هو يعتمدون حقيقة ما يطلق عليه اصطلاحا انه الهروب الى الامام وثم وترك الابواب مفتوحه والزمن كفيل بحل هذه الاشكاليات من خلال التفاوضات والحوارات ما بين هذه القوى، ولكن بالتجربه من 2003 لحد اليوم تتازم هذه المشاكل وتزداد تازما حتى وصلت الى مرحله الانسداد، وبالتالي هذه الحكومه تحديدا نتيجه الضغط اتفقوا على انتخاب رئيس. انت تخيل يعني اقل من شهر ما تحدثت به بلاسخرت، واقل من بعد اسبوع ما يقارب اسبوع تقريبا على بيان وزارة الخارجية الامريكية التي وبخت السياسيين سارعوا باجراء انتخابات لرئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء. هذه الفترة الزمنية، هل هنا السؤال المهم، هل من الممكن حل كل مشاكلهم بفترة أقل من شهر مع أنهم هم سنة كاملة وسنة كاملة ما قدروا يحلون هذه المشاكل، يتصارعون من أجل هذه المناصب؟ هذا دليل إلى أنه كل إشكالياتهم وصراعاتهم، طبعا إشكالياتهم وصراعاتهم حقيقة مو وطنية، إشكالياتهم وصراعاتهم وفق المعطيات يعني المحاصصة وفق مكتسباتهم الشخصية. طيب دكتور اسمح لي، يحصلون اسمح لي بهذه النقطة ننتقل بالسؤال للأستاذ حامد الصراف. دكتور بالترحيب بك مرة أخرى.
هل الأمر تشكيل الحكومة أو المزمع تشكيلها في العراق جاء بضغوطات أمريكية إيرانية حقيقية، وخاصة أن الدكتور نوري ذكر بأنه سنة كاملة هم يتصارعون على المناصب، لماذا بعد التوبيخ جاء يعني خبر اقتراب تشكيل الحكومة؟ في البداية شكرا جزيلا دكتور سمير على الاستضافة الكريمة، تحياتي لك لضيفك الكريم أستاذ نوري ولجمهوركم المشاهدين الأعزاء. حفظكم الله. الحقيقة هناك أشياء كثيرة يعني دارت خلف الكواليس مثل ما يقال، وصراع القوى في داخل العراق زائد صراع القوى الإقليمية والدولية، يعني إيران وأمريكا والوضع الدولي والوضع الإقليمي. لا ننسى أن هناك أزمات الآن العالم يمر بها، وخصوصا الدول الرأسمالية يعني أمريكا وحلفائها في الغرب، نتيجة أيضا يعني أزمة أوكرانيا وانقطع الإمدادات الغاز والنفط الروسي. لذلك واحدة من أهم الأشياء اللي لم تعرف إلا على نطاق ضيق هي أنه الميليشيات الولائية قد هددت أمريكا في أن تفجر حقول النفط وتقطع النفط العراقي عن التصدير للخارج. ونعرف أنه الآن إنتاج العراق يتجاوز 4 مليون برميل يوميا. صحيح هو طبعا أمريكا يعني تستورد أقل كمية وتصدر إلى عدد كبير من الدول الأخرى، لكنه خلق أزمة في الطاقة في داخل العراق ومن قبل الولائيين ومن قبل بإشراف إيراني. ونعرف أنه أيضا إيران الآن لحد الآن الملف النووي لم يتفق عليه، زائد أنه أيضا اندماجه في السوق الدولية أيضا ضعيف لحد الآن عكس ما أرادته أمريكا من أنه تحل السر في حل الإشكال وترفع العقوبات عن إيران، لكنه هذه كلها باءت بالفشل. لذلك الولائيون هددوا أمريكا بأن إذا أي حكومة تشكل خارج الإطار المتفق عليه أن يكون هناك وصاية إيرانية باختيار إيراني. ولا ننسى أنه الولائيون هم من اختاروا محمد يعني شاع السوداني، هذا 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 يعني تقريبا شبه من مؤكد من مصادر قريبه للاطار التنسيقي. هذه نقطه. النقطه الثانيه المهمه الجوهريه الحقيقه هي انه النظام المحاصصه المقيته هذا اللي احنا سميناه فعلا نظام فاسد جاء باراده امريكيه ايرانيه وحلفاء الطرفين، فلذلك الاستغناء عن هذا النظام صعب جدا في هذه المرحله. يعني انه تفشل امريكا وتفشل ايران ويعترفون عليهم أن يعترفوا بأن هذا النظام الذي أتي به منذ 20 عام قد بأيديهم وصناعة أيديهم قد فشل. هذا ما يريدون يعترفون به، خصوصا بعد الانتكاسة الكبيرة يعني والهزيمة المدوية التي ذاقتها أمريكا في أفغانستان. هذا أيضا نقطة مهمة، والأزمات الدولية اللي تعيشها أمريكا الآن. يعني لذلك أنا أقول شيء مهم جدا، العراق الآن فعلا مركز للصراع خفي لا يتطور، ولا تريد لا إيران ولا أمريكا أن تتصادم على الأرض العراقية. لذلك لجأوا إلى التهدئة الآن، أن يقبلون بأنصاف الحلول هي أنه يبقى نظام المحاصصة من ناحية، ويرشح من الولائيين أنه من ناحية ثانية يرضون يسكتون إيران، وبالنتيجة أنه التيار الصدري انسحب بكامل نوابه 73 نائب من مجلس النواب، ومن ثم فشل في تشكيل ما يسموه الأغلبية البرلمانية لتشكيل حكومة الأغلبية. هذه كلها الحقيقة تعقيدات مرت بها ما نسميها احنا العملية السياسية بانسداد سياسي واضح خلال عام كامل. ففوجئنا بأنه بلاسخارت ايضا كانت هناك يعني حاطتها لمجلس الأمن، كانت مؤشر واضح جدا على ليس إحراج وإنما يعني أخذتهم على مثل ما يقول لك على غرة من أنه الأمور وصلت إلى نهايتها، فاتهمتهم بالفشل، اتهمتهم بالفساد، اتهمتهم بأنه العملية تقاد من قبل زعماء ميليشيات خارج إطار القانون. طيب اسمح لي دكتور حامد سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ نوري، يعني هل من المعقول أن الميليشيات التي تشكلت بغطاء أمريكي ممكن أن تهدد المصالح
الأمريكية؟ يعني أمريكا مثل ما هو معلوم أن تتعامل مع الدول وفق مصالحها. هذا الموضوع حقيقة مركب. يعني بداية أولا الميليشيات بشكلها العام لم تؤسس برعاية أمريكية، هي تداخل في هذا الموضوع، في هذا الملف يوجد تداخل بحسب المصالح، ولكن الرعاية الرسمية بالنسبة للميليشيات هي إيران في زن برايمر يعني أي تم تشكيلها. ولكن أكو تداخل في المصالح، وأكو تفاوض يصير في نقاط كثيرة. شوف حتى يعني في فترة العبادي كان التحالف الدولي كان يساعد بعض الفصائل من ما يسمى في الميليشيات. نعم. بالرغم من أنهم يعلنون بأنهم ضد الميليشيات. يعني القصد إن أنا يوجد تداخل وترابط بأشكال مختلفة. التهديدات للمصالح الإيرانية حقيقة يعني قبل هذه الإحاطة. مصالح أمريكية تقصد؟ التهديدات للمصالح الأمريكية نعم. نعم. تهديدات المصالح الأمريكية في العراق قبل هذه الإحاطة حقيقة، قبل إحاطة بلاس أخرت وقبل رسالة أو البيان وزارة الخارجية بما يقارب الشهر، السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ظهر في قناة أمريكية وتحدث عن التهديدات المصالح الأمريكية، وقال الميليشيات في العراق لا تهدد مصالح أمريكا بشكل مباشر، تهدد مصالح من يعملون مع الأمريكان، بمعنى أنه تهدد مصالح الأمريكية بشكل غير مباشر، وهذا ما يسبب ضرر كبير على المصالح الأمريكية. فبالتالي احنا ما عندنا مشكلة مباشرة مع الميليشيات، ما عندنا مشكلة مباشرة مع حكومة تشكل من قبل الإطار. وبالحرف الواحد قال ليس كل الإطاريين هم أعداء أو يهددون المصالح الأمريكية، فمنهم أصدقاء. يوجد فجوة حاليا وبسبب مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد، والأيام قد تزيل وأمريكا بحاجة إلى بوادر لتحسين وسحب إعادة العلاقة مع أصدقائها في الإطار التنسيقي. بالتالي هم ليسوا كلهم أعداء وليسوا كلهم يهددون المصالح، هذا الجانب. خصوص موضوع النفط وموضوع قطع إمدادات الغاز، قطع إمدادات النفط تحديدا، يعني الغاز اليوم العراقي ما عنده غاز يغطي أو يسد حاجة بالتالي هناك لأوروبا، ولكن النفط النفط بحاجة، العالم الآن بحاجة إلى نفط، يعني وقود. إذا قل البترول العراقي المنتج العراقي راح يأثر، خصوصا مع قرارات أوبك بلاس بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا. وضح لي هذه النقطة. هذا مقلق. شوف القرار الأخير لتخفيض الإنتاج أو الأسعار بالنسبة لي قرار أوبك بلاس الأخير اللي هو بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، هذا أقلق الأمريكان ورفع سعر البنزين تقريبا للضعف في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، وأمريكان يعني غضبوا حقيقة من هذا الموضوع. يعني وبايدن لديه تصريحات عديدة تجاه هذا الملف أو تحديدا ضد المملكة العربية السعودية، وقال أنه يجب على الأمريكان الآن أو حان الوقت الآن إلى إعادة النظر في العلاقات الأمريكية السعودية. من هذا المحور ذهبوا باتجاه تشكيل خنادق جديدة، تجعل من عندها ضاغطة على المملكة العربية السعودية، على أوبك بلاس يعني زائد بشكل مباشر، وهي من عندها العراق أيضا. فتلتقي هنا المصالح حقيقة، هنا التقت المصالح في العراق، ومثل ما تفضل الدكتور حامد أنه من مصلحة أمريكا وإيران التهدئة الآن في العراق، بالتالي لابد من تشكيل حكومة. فكل هذا الصراع اللي موجود خلال سنة ما قدروا يحلوه، حلوه خلال أسبوع وانتخبوا رئيس. ولسان حال المواطن العراقي دائما يتساءل، يقول ثروات الشعب، ثروات العراقيين أين تذهب؟ ثروات العراقيين من نفط ومن مئات المليارات من أموال الميزانية تذهب هكذا منذ احتلال العراق وإلى الآن، هل بقيت على هذه السنة التي يتصارع فيها الفرقاء السياسيون على المناصب لكي تأتي الولايات المتحدة وهي تريد الحفاظ على مصالحها هنا وتأمرهم بتشكيل الحكومة؟ يعني الحكومة عندما كانت غير مشكلة، المصالح الأمريكية يعني
متضاربة، المصالح الأمريكية غير ماشية في العراق، والآن تشكيل الحكومة هو الذي سيعمل على إدامة هذه المصالح وإدامة تدفق النفط بشكل جيد والحفاظ على عدم استهداف المصالح الأمريكية في العراق. يعني الأمر غريب، المواطن العراقي ماذا يريد؟ يريد بلدا مستقرا حاله حال باقي البلدان في المنطقة، وخاصة أنه بلد نفطي. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعاود الحوار مرة أخرى وننتقل بالسؤال إلى الدكتور حامد. نعترف في الدول العربية أن انتهاكات حقوق الإنسان في تجاوز على السلطة، في تجاوز على دور المؤسسات، في تجاوز على المؤسسات الوطنية. إذا ما كان في مساءلة في إطار الحكم الرشيد ومحاسبة ومعاقبة للمسؤولين، فبصفي عندنا إفلات المسؤولين من العقاب. تاريخياً المجتمع المدني هو من يقوم بحركة التغيير وانتزاع الحقوق. الإنسان الذي لا يجد قانون يحمي سيبحث عن مظلة أخرى، ربما تكون مظلة خارج القانون، تكون مظلة العنف. لاحظ إيران بتقوم في أعمال يعني تحت غطاء الدين، أعمال إرهابية واستحواذ واستلاب على السلطة، وهذا نشاهد بشكل جلي وواضح في العراق للأسف الشديد. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. أنتقل بسؤال الأستاذ الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، المواطن العراقي يتساءل يقول: ما الذي يجنيه الشعب العراقي أو سيحصل عليه أو يكسبه من صراع المتنفذين وصراع الفرقاء السياسيين على المناصب والمصالح؟ ما الذي يجنيه المواطن العراقي بتشكيل حكومات جديدة مولودة من نفس نظام المحاصصة الفاسد الذي هرب مليارات أو مئات المليارات من الدولارات من أموال الشعب العراقي، الذي تسبب بأزمة نزوح مليونية في العراق، الذي منع فرص العمل، الذي حطم البنى التحتية الاقتصادية الزراعية والصناعية؟ ماذا يعني يتساءل المواطن العراقي، أين موقعي أنا؟ أين موقع المواطن العراقي مما يجري؟ الحقيقة قبل الإجابة على السؤال، لا يجني بالتأكيد لا يجني إلا الويلات والمآسي وهذا الفقر والمرض والتخلف والفوضى. لكن قبل هذا، أنا قبل ما أدخل بتفاصيل الإجابة على السؤال، أقول التكليف لحد الآن لا يعني أبدا النجاح في بالمحاصصة في التأليف. التكليف شيء وتأليف الحكومة شيء آخر. لحد الآن احنا خصوصا مع شخص يعني مكلف، يعني هو مجرب وضعيف، هاي من ناحية، فاشل في ثلاث وزارات وكان وزير لثلاث وزارات في دورات مختلفة، طبعا هو أيضا متهم بفساد أو السكوت على الفساد وخاضع لإرادة الميليشيات، هذه أيضا نقطة مهمة الكل يعرفها، يعني حتى رأي العام الدولي والإقليمي والمحلي يعرف حق المعرفة أنه التي أتت به الميليشيات الولائية وطبعا الأجندات الخارجية، مثل ما اتفقنا أنه ترى الوضع الحالي واضح خلال الأيام الأخيرة أنه هي صفقة بين أمريكا ويعني إيران، وهذا يؤكد أنه هؤلاء جميعهم هم عملاء لأجندات خارجية ليس لهم أي علاقة بهموم المواطنين على الأطلاق، بدليل أنه 20 عام مرت هذه السنوات العجاف على الشعب العراقي لم يجني منها إلا فعلا القتل على الهوية الطائفية، النزوح والتهجير والتغيير الديموغرافي اللي شهدناه في مناطق عديدة من العراق من شماله إلى جنوبه، الفقر، التخلف، التردي في مستوى المعاشي، في التربية والتعليم والصحة، فقدان السيادة الوطنية، فقدان القرار السياسي العراقي المستقل، يعني سرقة الأموال، مليارات مئات المليارات من الأموال العراقية، الثروات العراقية نهبت ولا أحد يعرف الآن أين، طبعا بإشراف إيراني أمريكي لا ننسى أيضا، يعني أمريكا تستطيع أن تترصد الأموال المنهوبة
من العراق إلى الخارج عبر البنوك، حتى الأرقام، أرقام العملات تستطيع أن تخرج تماما هذه النسب وأينما وأين توجد ومن سرقها. لذلك أنا أقول أيضا هناك تفكك النسيج الاجتماعي العراقي، تفشي الفساد بهذا الشكل الضارب الآن في جذوره، حتى في نفوس الناس البسطاء يعني الموظفين وكبار حيتان الفساد وغيرها. أيضا لا ننسى أيضا تفشي الآن وانتشار تجارة المخدرات، الحشيشة والكبسلة وغيرها وغيرها. للأسف الشديد 20 عام عملت أمريكا وإيران على ليس فقط تفكيك هذا المجتمع اللي شهد عبر مئات السنين ترابط ومصير واحد وبناء وإعمار وتربية جيدة وتعليم جيد، لكن للأسف الشديد هم الآن قصدهم بطريقة ممنهجة هو تدمير المجتمع العراقي، ونجحوا إلى حد ما في تنفيذ هذه الأجندة بالتعاون مع عدد كبير من الدول المستفيدة من أن يبقى العراق على حالة لا تقوم له قائمة، بلد مصدر للنفط، دول بعض الدول العربية للأسف الشديد والخليج ساهمت، إسرائيل هي المستفيد الأساس من كل ما جرى بالعراق، لأنه العراق كان فعلا متصدي لمشروع الكيان الصهيوني في التوسع الوصول من الفرات إلى النيل. هذه الأمور الحقيقة يعني تهم الشعب العراقي، أذت الشعب العراقي نفسيا تربويا اجتماعيا، أذت الأجيال الحالية والقادمة ستترك آثارها. لذلك علينا أنه أيضا أن نرصد الآن ماذا سيفعل هؤلاء الفاسدون العملاء لأجندات خارجية، هل سيبقون على هذا الحال؟ بالتأكيد لا. يعني إحنا أيضا لا ننسى يعني إرادة الشعوب هي المنتصرة في نهاية المطاف. جربوا شباب تشرين وقبلها في 2011 و2013 في المنطقة الغربية، 2015 2016 وثورة تشرين 2019، حقيقة قدمنا كواكب من شهداء شباب ندروا حياتهم لاستعادة بس مجرد استرداد الوطن، 800 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين والمغيبين، وأيضا الآن تهجير وتغيير بالوضع الاجتماعي من جديد في المناطق، خصوصا في الوسط والجنوب المناطق الثائرة. ومن ثار على هؤلاء؟ الشيعة أنفسهم، يعني فقراء الشيعة، وهذا دليل قاطع على أنه هؤلاء صنيعة الغرب، صنيعة إيران، جاءوا من لا شيء وملكوا الآن ثروات العراق كلها، فأصبحت طبقة طفيلية فاسدة تتحكم بكل مفاصل الحياة العراقية. الذين الثائرون عليهم الآن الشعب العراقي كله، حتى ولو لم يخرج، لأن هناك فعلا جذوة متقدة لثورة تشرين، لرغبة في التغيير تجدها من زاخو إلى الفاو، لكنه الأغلبية الآن الشيعية أيضا رافضة لهذا النظام اللي يدعي أنه هو يعني يتبع آل البيت عليهم السلام، وهذا طبعا كذب وافتراء على كل حقائق الأمور. الشعب العراقي تضرر كثيرا، الشعب العراقي لا يملك الآن أمل، لا يملك قوت يومه، هناك خط فقر دا يتسع. اليوم الإحصائيات تقول أكثر من 30%، الإحصائيات الرسمية اللي هي 35-40% من نسبة سكان العراق تحت خط الفقر. التعليم والتربية هذا نشوف حالها، السرقات، سرقة 2.5 مليار دولار من فقط يعني الودائع، صندوق خاص فقط للأمانات، هذه العملية الضريبية، هذه القضية الآن الحقيقة تثير الشجون عند العراقيين وعند محبي الشعب العراقي، إذا كان في الداخل وإذا كان في الخارج. لذلك علينا أنه فعلا أن نعمل إحنا كأكاديميين، كمثقفين عراقيين، كإعلام عراقي وطني، أن نوعي الناس أن الحقيقة الآن وصلنا إلى حافة الانهيار الكامل في كل البنى التحتية، دمرت بقى المجتمع هو اللي يتماسك بطريقة جزئية لاستعادة وضعه، من أجل أنه بالفعل يسترد زمام الأمور، يسترد وطنه أولا، هذا الشباب للأجيال القادمة، ثم يسترد هذه الثروات يستفيد منها في التعليم والتربية والثقافة والصحة والرعاية الصحية والسكن والعمل وغيرها. هذه كلها الحقيقة أنا أقولها ليس بجديد، لا أتي بجديد مني، هذا واقع حال مر علينا أنه فعلا الآن ننشغل بطرق المعالجة، طرق اللي تضع الآن الشعب العراقي أمام يعني منعطف تاريخي، أما أن نكون بالفعل
كبلد موحد، بلد يهتم ببناء أسس سليمة، إعادة أعماره وبناء الإنسان العراقي من جديد. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه لا سامح الله أن يبقى هؤلاء، وهذا مستحيل، لأنهم أنا مثل ما ذكرت إرادة الشعوب في نهاية المطاف هي المنتصرة. علينا أنه نلجأ إلى هذه الحقيقة اللي عبر التاريخ البشري القديم والحديث أنه هي الشعب واحد منهم، الشعب العراقي جزء من هذه يعني الحركة الاجتماعية في المجتمع البشري، أنه علينا أن ننتصر. لا يوجد حل آخر إلا أن نجدد ثورة تشرين بثورة عراقية كبرى، ليس لا تسمى لا ثورة فقط تشرين، ولا ثورة في منطقة معينة ولا في محافظة معينة. يجب أن الثورة فعلا العراقية الكبرى أن تعم العراق كله، تطيح بهذه الطغمة السياسية الفاسدة التي عاثت في الأرض فسادا. ولذلك المهمة صعبة، لكنه أنا أعتقد ليست مستحيلة. علينا أن نتحدى أعداء الداخل وأعداء الخارج على حد سواء. نعم تمام دكتور. دكتور نوري، يعني المواطن العراقي الآن يريد من الحكومة أو المشهد السياسي أن يتغير من خلال ما قام به من ثورة في متمثلة بثورة تشرين، أراد إسقاط النظام السياسي واستبداله بنظام يأتي من رحم الشعب لكي يحفظ حقوق المواطن العراقي، حقوقه الأساسية كإنسان، ومن ثم حقوقه بثروات بلده. يعني الآن ما يهمه المواطن هو البلد، البيت، الوطن، الشعور بالأمان، الشعور بالانتماء. هذه الحكومات عندما يتوافق عليها قوة دولية وقوة إقليمية مثل أمريكا وإيران، ترى ما هو شعور المواطن العراقي الآن؟ شعور بالإحباط، شعور باليأس، باستمرار عجلة الدوران، عجلة الفساد بالدوران، استمرار البنى التحتية محطمة، انعدام فرص العمل، لا يوجد طريق للشاب العراقي سوى التطوع في ميليشيات مسلحة لأجل عمليات القتل، لا يوجد هناك أي معامل، مصانع، بنى تحتية تبنى من أجل الوصول إلى أمل ببلد منشود. شوفوا الحقيقة، يعني المواطن العراقي إذا يريد ينظر إلى أو يطمح إلى بيئة عيش مناسبة تضمنها التعليم والتربية والصحة والتنمية بالضبط، وكل هذه التفاصيل اللي يحتاجها المواطن حقيقة، ويتطلع إلى أنه تكون هي مناسبة لأبنائه لخلق أجيال جديدة، لأنه الأجيال المفروض هي اللي تبني. هناك معدلات فقر مرتفعة في ضوء تقارير تتحدث عن انعدام الأمن الغذائي في العراق. نعم، هذا كله حقيقة يعني احنا وصلنا إلى نقطة لابد من التوقف عندها. هذه النقطة هي الحكومة المزمع تشكيلها. نعم. الحكومة السوداني المكلف بتشكيل الحكومة. المواطن هنا حتى يشوف انه هاي الحكومة، بالرغم من انه احنا قلنا هاي الحكومة هي جاءت استنساخ لما سبقتها، وقد هي لا تنفذ شيء لمطالب الناس، ولكن هم بحاجة الى نظرة حقيقية من قبل المواطن حتى يتمكن من اتخاذ القرار ماذا يريد وكيف يفعل ليحقق ما يريد. إذن المواطن عليه أنه قلنا يريد بيئة عيش مناسبة يعني له ولأجياله، للأجيال التي ستأتي من بعده. هذا ننظر من خلال الحكومة الحالية أو الحكومة التي مراد تشكيلها. بداية التساؤلات، وين شنو ما هو برنامج الحكومة؟ كيف ممكن عندما نطلع احنا كمتابعين حتى كمواطن عندما يطلع على التقارير والنقص هذا اللي تحدثت عنه، الفقر، نقص في الخدمات، خلينا نروح بتفاصيلها، نقص المدارس، نقص المراكز الصحية، نقص المستشفيات، ويذني كل هذا النقص اكو نهب للثروة، اكو نشر للمخدرات، هذني كلهن هاي الحكومة. اذا كانت هذه الحكومة إذا كانت هي صادقة النوايا، إذا رئيس حكومة صادق النوايا ولديه برنامج لمعالجة كل هذه الملفات، هو بحاجة إلى دورة انتخابية كاملة، يعني 4 سنوات،
وقد يحتاج إلى أربعة أخرى حتى يتمكن من تحسين هذا الواقع والبيئة. هنا السؤال، هل هذه الحكومة هي يعني ستتمتع بدورة انتخابية كاملة؟ هنا قد لا تتمتع هذه الحكومة بدورة انتخابية كاملة. احنا وضعنا شرط شنو؟ ان صدقت النوايا، ان كانت هي نزيهة فعلا وهي مشكلة وليس بمعايير المحاصصة. شوف الجد اكو نقاط تعجيزية حقيقة لهذا الموضوع. فبالتالي هذني كل ان توفرا الحكومة بحاجة لأربع سنوات. طيب هذه الحكومة هي ان لم يثور الشعب على هذه الحكومة هي لا تبقى أربع سنوات، لانه السياسيين انفسهم هم عازمون على عدم مضيها أربع سنوات. اليوم كان اجتماع ما بين اياد علاوي وقاسم العرجي لبحث تشكيل الحكومة واجراء الانتخابات، بمعنى انه هذه الحكومة مؤقتة لاجراء الانتخابات. هم يبحثون عن حكومات، يعني كسياسيين يبحثون عن حكومات تلبي مطالبهم، تلبي طموحهم، مو مطالب الشعب. ده تشوف الفارق، الفارق كبير. الضعف الذي أشار إلى الدكتور حامد، الضعف في أداء السوداني، في فشله في ثلاث وزارات، في اتهامه بملفات فساد، هو هذا أساس وهذا معيار إيجابي بالنسبة للسياسيين في اختيار رئيس وزراء. هم يردون رئيس وزراء يكون ضعيف حتى يكون مدير مكتبهم، يدير شؤونهم مو يدير شؤون الدولة. فبالتالي المواطن هنا لما تنكشف أمامه هذه القضايا وتشوف الحكومة هي عاجزة عن توفير المدارس، عاجزة عن توفير أو تطوير الواقع الصحي، الواقع الاقتصادي المصرفي، يا أخي احنا رغم ارتفاع أسعار النفط ورغم أنه البلد نفطي، هو كل ما ترتفع تزيد ويلات بالنسبة للمواطنين حقيقة. يعني كل ما ترتفع الأسعار كل ما تسرق الأموال، فبالتالي مردوداتها عكسية على المواطن. فالمواطن هنا مخير حقيقة بين أمرين. الله. إذا كان يبتغي وطنا بيئته مناسبة للعيش الكريم، هو أن يثور على هؤلاء السراق الذين يطلقون على أنفسهم أحزاب سياسية، أو يهاجر هذا البلد وخلاص، يروح يدور لغير بلد ويعيش، يطلع منها من يدور غير وطن. يا سبحان الله. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى بمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة على الحكومة أو الحكومات الجديدة المقبلة المزمع تشكيلها في العراق وإعادة التدوير. بالعودة إليك دكتور حامد الصراف. دكتور حامد، هناك ملفات لا زالت مستعصية منذ عام 2005 أو قبلها وإلى الآن، ملف انفلات السلاح المنفلت، يعني فضلا عن ملفات أخرى مهمة كلها ملفات فساد صفقات، ملفات فساد اقتصادي، ملفات الواقع الصحي المتدهور، ملف التعليم، ملف الخدمات، الكثير من الملفات المتدهورة أو المحطمة في العراق إلى الآن باقية. يا ترى بالحديث عن مشاكل، أن هذه المشاكل الاستحواذ عن المناصب تحدث عنها معهد شاتام هاوس، قال إن هذا الأمر الاستحواذ على المناصب ليست المشكلة الوحيدة، بل هناك مشكلة
أو أزمة الحفاظ على هذه المغانم والمكاسب السياسية. كيف تنظر إلى المشهد العراقي من منظور وجود هذه الملفات المستعصية وخاصة ملف السلاح المنفلت؟ الحقيقة هو أيضا هذا إدراك ووعي عالي الآن للشعب العراقي، يعني مفاده أنه العراق لم يعد وليس فعلا حقل تجارب للآخرين، ولا أن يستمر بهكذا صيغة لا لإيران ولا الأمريكا، لأنه فعلا حولوا العراق أولا إلى ساحة للمنافسة، طبعا مع إسرائيل ومع بعض الدول اللي حولت حقل تجارب حقيقي للأسف الشديد، ولا هو أيضا مرتع ولا أن يبقى مرتعا للفاسدين والفاشلين. هذه النقطتين الحقيقة يجب أن تكون هي النقاط اللي نرجع إليها في مشاعر العراقيين الآن في قضية معالجة كل الملفات، هو ملف الميليشيات والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة المنظمة ومعفيات الفساد، هذه كلها الحقيقة أدخلت يعني أقحم العراق بها نتيجة هيمنة هذه الأحزاب الولائية والنفوذ الأجنبي الغربي والإسرائيلي على العراق لأطماع الهيمنة الحقيقة، وطبعا ثروات البلد وأيضا الموقع الاستراتيجي. لذلك الشعب العراقي أدرك الآن أنه هذه القضية، قضية الميليشيات، يجب أن تحل، ولذلك احنا طالبنا، وحتى الثوار تشرين لما طالبوا بقضية يعني رفعوا شعار أريد وطن، الوطن هو حقهم كان وما زال حق الشعب العراقي، الوطن الآمن اللي يوفر الحرية والكرامة والعيش الكريم لهذا الشعب. أما أن تبقى بهذا الشكل يعني ميليشيات تتحكم، أجندات خارجية، سلاح منفلت، وأكثر من هذا كل الحقيقة هي قضية مثل ما ذكرنا المخدرات والتفشي الانحلال الخلقي الخارج تماما عن التقاليد والأعراف الدينية والاجتماعية والعشائرية العراقية، هذا أيضا أصبح الآن يعني مؤشر خطير جدا على العراق، ترفض يعني كل قطاعات وشرائح وطبقات المجتمع العراقي ترفض هذا الوضع وهذا الانفلات وهذا التفكك. لذلك أنا أقول اللي راح يواجه الحكومة القادمة، وهذا طبعا أنا لا أريد أستبق الأحداث ولا أريد أكون متشائم، بس لأنه صار لهم 20 سنة يعني من 2003 ولغاية الآن هم نفس الوجوه الكالحة هي مهيمنة. طب هي خلال هاي 20 سنة معناتها أنه كان يسيطرون على الوضع، كان ما يخلون هذا الوضع التمادي وهذا الانفلات الأمني والسلاح والميليشيات اللي زادت من بضع ميليشيات 3-4 ميليشيات أدخلتها إيران وخلقتها أمريكا من الدواعش والقاعدة وغيرها، إلى أن صارت الآن عملية متشابكة، الميليشيات لا تعد ولا تحصى، يقال حتى أعدادها تجاوز 100 ميليشيا، يعني فهي مهيمنة عليها، يعني إذا تدار بيد إيران بشكل مباشر، إذا تدار أيضا تحرك من قبل أمريكا ومن قبل بعض الدول العربية لمصالحها الخاصة. لذلك العملية هذه يجب أن فعلا الشعب العراقي يحاسب الآن المحاسبة، إذا فعلا شكلت الحكومة، وهذا طبعا عملية أعتقد بها يعني إرباك بها تجليات مهمة، هل الكرد يتنازلون يشكلون حكومة، هل التيار الصدري راح يسكت، هل المعارضين داخل الإطار التنسيقي، لأنه أيضا لا ننسى أنه الإطار التنسيقي غير منسجم في كل مطالبه وكل أهدافه وكل برنامجه، هل القوى الإقليمية والدولية تظل على حال وضع العراق على حاله، هذا أيضا سؤال مهم. أنا أعتقد اللي يهم الشعب العراقي شيء آخر يعني مختلف، اللي هو أنه بلده، يسترد بلده، يسترد زمام الأمور والقرار السياسي، يعني يقضي على هذه قضية الميليشيات وهيمنتها والسلاح المنفلت، ويعيش بكرامة وبأمان وبحرية. إذا تحققت هذه يعني وقدروا خلال من الآن، وأنا أقول بصريح العبارة وهي مسألة جدا واضحة، إذا البرنامج الحكومي لمحمد الشياع السوداني ثبت نقطتين، اولا ملفات الفساد الكبرى، اثنين استعاده السياده والسيطره على المنافذ الحدوديه
وسلطة القرار السياسي المستقل العراقي الأصيل نقول احنا ثلاثة. وهي نقطة مهمة أنه يقضي على الميليشيات والسلاح المنفلت وإجلاء القواعد الأمريكية والغربية يعني حلف الناتو والتحالف الدولي، أن تغلق المعسكرات نهائيا حتى العراق يتحول إلى دولة محايدة، دولة خالية من التواجد العسكري والميليشياوي الأجنبي. إذا هذا البرنامج تضمن هذه النقطتين أو ثلاث نقاط اللي ذكرتهن أنا، أقول بصريح العبارة سوف يضع نفسه أمام محاسبة شعبية واضحة، يعني لا يمكن أن يفلت من أي وحدة منهن. هذا البرنامج هو راح يكون الحكم، أيضا اختيار الوزراء أيضا يكون عامل مهم. ثلاثة، والنقطة المهمة هي التوقيتات، توقيتات الحكومة ماذا ستفعل في الثلاث أشهر الأولى، ثلاث أشهر، ستة أشهر، سنة. إذا كان هناك فعلا إنجاز فبها، إحنا لا نريد أن نحارب الآخرين لأنهم صحيح جزء من الطبقة السياسية الفاسدة، لكن إذا كان هناك انشقاق عن كل الدولة العميقة، لا ننسى أيضا هناك دولة عميقة في داخل الإطار يهيمن عليها المالكي وأتباعه، هم اللي يحكمون الآن. ومن النقاط اللي أشرت عليها بعض الوكالات الأنباء والمحللين والصحافة الغربية هي أنه السوداني ليس مستقلا وهو ضعيف بسبب المالكي، هكذا أشاروا. نعم، سلطة المالكي عليه، لذلك هو ظل المالكي، خلينا نكون أيضا واضحين. لذلك أنا أقول إذا تحرر منذ البداية، تحرر من سطوة الدولة العميقة ومن المالكي ومن حزب الدعوة ومن الإطار التنسيقي، والبرنامج يعني اللي يضعه يكون عملي واضح يرضي الشعب العراقي يرضي طموحه، أنا أقول لك بصراحة يعني معناتها راح يكمل ثورة، فلذلك راح يثور على جماعته على مجموعة اللي جابته للسلطة، وهذا أمر بعد إلى حد ما. شكرا دكتور نوري، بما تعلق في دقيقة لو سمحت. الحقيقة هو يعني استكمالا لما تفضل به الدكتور، خصوصا هو ركز قضايا كلش مهمة، قضية الدولة العميقة، والدولة العميقة هي مشار لها بكل التقارير إذا كانت صحفية أو دولية أو أحاديث تصاريح سياسية، هي الدولة العميقة في العراق هي مرتبطة بالمالكي، ومحمد الشاع السوداني هو مرشح المالكي، وأنصار المالكي اليوم يتحدثون ويتبجحون بأن إدارة الدولة قد عادت لهم وهي الولاية الثالثة للمالكي، فبالتالي الحكومة المقبلة ستكون حكومة الدولة العميقة. شكرا جزيلا لك. شكرا. دكتور حامد، عفوا دكتور نوري حمدان الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو. وأنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد أصراف الكاتب والباحث السياسي ضيفي عبر سكايب. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.